قام نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد الحمد الصباح بجولة تفقدية لبعض مواقع الجيش الكويتي في المنطقة الشمالية، وذلك بمناسبة الاحتفالات والأعياد الوطنية، حيث بدأت جولته بتفقد قوة واجب صباح التابعة للقوة البرية. واستمع الشيخ محمد الخالد الحمد الصباح إلى إيجاز مفصل عن الدور والمهام والواجبات التي تقوم بها قوة واجب صباح. بعدها توجه الخالد للاطلاع على سير العمل للمهام المناطة بهذه القوة، مثمنا الجهود التي تبذل من أجل السهر على حماية هذا الوطن من خلال المحافظة على درجة الجاهزية القتالية. بعد ذلك توجه الشيخ محمد الخالد إلى موقع قيادة قوة الواجب صباح لتفقد عمل هذه الوحدات عن كثب في موقعها الميداني. ثم توجه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد الحمد الصباح للموقع الثاني بالمنطقة الشمالية مساء لحضور تمرين دسمان 2. واستمع الشيخ محمد الخالد إلى إيجاز حول مراحل ومجريات تنفيذ الرماية التدريبية وأهم المعاضل التي تم التعامل معها خلال فترة التمرين. بعدها بدأت الرماية بالذخيرة التدريبية والتي تميزت بدقة عالية في إصابة الأهداف. وقد أشاد الشيخ محمد الخالد بالجهود المبذولة من المشاركين من ضباط وضباط الصف وأفراد على الرماية المتميزة التي جاءت بعد عمل وإخلاص وجهد وتدريب مستمر، متمن لهم الاستمرار والعطاء والتميز حتى يكون الجيش الكويتي دائما على أتم الاستعداد منفذا لمهامه التي أوكلت إليه ليصون أمن واستقرار الوطن. وفي آخر هذه الجولة التفقدية توجه الشيخ محمد الخالد إلى لواء السور الآلي 26، حيث التقى بالقوة القطرية الشقيقة المشاركة بتمرين فهود الصحراء المشترك، والذي تنفذ فعالياته خلال الفترة من 5 فبراير ولغاية 7 مارس 2017 بين القوة البرية الكويتية والقوة البرية القطرية، مرحبا بهم في بلدهم الثاني الكويت، كما تمنى لهم طيب الإقامة. تلا ذلك أمسية شعرية ألقاها ضباط وضباط الصف وأفراد لواء السور والقوة القطرية، كما اشتملت الزيارة عرضا لفرقة موسيقى الجيش. هذا وقد أقيمت مأدبة عشاء على شرف نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، حضرها عدد من أعضاء مجلس الدفاع العسكري وقيادات القوة القطرية وعدد من كبار ضباط القادة في الجيش. وفي الختام وجه الشيخ محمد الخالد كلمة لمنتسبي القوة البرية، نقل من خلالها تحيات القيادة السياسية العليا للبلاد، مؤكدا أن الجد والاجتهاد والمثابرة والتفاني في أداء واجبكم محل فخر واعتزاز، واضعين مصلحة الوطن نصب أعينكم الذي يستحق بذل الغالي والنفيس من أجله.